الله احسك انت واشكر رب على هالنعمة. خلص من ابداعاتك يا ستور شايب لنا هذا الشيء، صدقوني ما راح تحصله في اي مكان الا عند حمد ستور. حق اليلتات الخارجيه خلوني اعبي لكم اياه وارويكم اياه، شيء في قمه الروعه. الله الله الله، يا سلامي عليك يا ستور. هذه طبعا حق اليلتات الخارجيه اللي يبى سكرين بروجيكتر تنفخ بالهواء بكل سهوله، يمكن 3-4 دقائق تنفخ بشكل كامل، وبعدين خلاص تبند الماكينه وتثبتها. شو كيف تكون لك من ورا بالطريقه هذه. انزين خلونا نراكم. طبعا هالماكينه تيجي معاها. انزين شوف هني، هذه القطعه تعبيها وتسكرها وخلاص تكون عندك 100%. يا سلام يا سلام، الحين بحط لكم سعرها. طبعا بخصوص الشاشه هذه تيجي تقريبا حجمها 120 انش تقريبا ما شاء الله، وصراحة عملية يعني تعبيها بكل سهولة، تقدر تفشها بعد بكل سهولة، وتقدر تحط عندك أي مكان ما تاخذ مساحة. لو صورت لكم إياها أصلا قبل لا أعبيها، كنت جايبينها بكرتون صغير، خلوني أرويكم إياها. هذا هو، شوف كرتون صغير تقدر تكسفها تخليها في مكان أي مكان، يعني ما تاخذ عليكم أي مساحة، حق البروجيكتر حق اليسات اللي برا ولا غلطة.